يبقى الولد طفلاً حتى وفاة والديه، فيشيخ فجأة. عندما تزور دور العناية بالمسنين، تستوقفك معاناة كبار السن، فالله الذي يرزق الطيور طعامها في حينه، ويلبس زهور الحقل ألواناً أبهى من رداء سليمان الحكيم، يرزقهم المأوى، المأكل، المشرب والملبس من خلال الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء، إلى جانب مبادرات الدولة الخجولة تجاههم. إلا أن قسماً كبيراً منهم لا يعاني نقصاً في هذه الحاجات، بل يقف ألمه على غياب أحبائه وفلذات كبده. ببساطة يعانون غياب أبنائهم الذين فنوا أجسادهم وأعمارهم في تربيتهم وتعليمهم وصقلهم، ظناً منهم أنهم سيكونون في المستقبل أعمدة دارهم وعكازهم الحي النابض بالعرفان بالجميل، لا بل النابض بالمحبة، وهي الأسمى. لكن للأسف هناك أنواع من البشر فقدت بالأصل نبضها ودمها وحسها الإنساني. فكيف تعود أيها الإنسان يومياً إلى منزلك لترتاح، ولا تأبه بالمنزل الأول فتهرع لتركع أمام رحم الحياة الذي منه خرجت؟ بأي عين ستقابل ربك؟ وعن أية أعمال ستحدثه؟ فالخير فيك دخيل إن لم يرتبط بأصولك وجذورك. ألا يصرخ دمك في عروقك؟ كيف تنام على وسادتك وفي بقعة ما تقبع الحياة بأسرها؟ من أنت حتى تترك عائلتك والله نفسه تأنس واتخذ من العائلة حصناً وسنداً؟ ولو بحث لك عن مبرر بمنطق أيامنا الحالية، قد يفهم وضعك المادي الذي يشبه وضع الأغلبية في بلد الحضارة وبلد الحرف، ولكن ما لا يفهم هو بخلك العاطفي في زيارة يومية أو أسبوعية لأهلك، لمن رباك. أيها الإنسان، مهما كنت أو مهما كان ظرفك، احذر، فالوقت لا يتمهل ولا ينتظر أحد. استفد من كل صباح يمنحك إياه الله، واذهب وعانق الحياة في وجه أم أو أب، وتأمل بأزلية وجبروت الخالق في تجاعيد وجوههم وأيديهم. فالله يمهل ولا يهمل.